مشاهدينا الكرام، مساء الخير. وأخيرا ولدت الحكومة هذه الليلة بعد مد وجزر وهبة باردة وهبة ساخنة. بشكل مفاجئ وغير متوقع، الحكومة الثلاثينية أبصرت النور قبل أسبوع من الميلاد المجيد، وهي على الشكل التالي: غسان حصباني، طبعا الرئيس سعد الحريري رئيس مجلس الوزراء، غسان حصباني صحة ونائب رئيس مجلس الوزراء، مروان حمادي تربية وتعليم عالي، طلال أرسلان وزير مهجرين، غازي زعيتر الزراعة، ميشيل فرعون وزير دولة لشؤون التخطيط، علي قانصو وزير دولة لشؤون مجلس النواب، علي حسن خليل وزير المال، محمد فنيش شباب ورياضة، جان أوغاسافيان وزير دولة لشؤون المرأة، يعقوب الصراف وزير دفاع، جبران باسيل وزير خارجية، حسين الحاج حسن وزير صناعة، سليم جريصاتي العدل، نهاد المشنوق الداخلية، محمد كبارة العمل، أيمن شقير وزير دولة لحقوق الإنسان، جمال الجراح اتصالات، معين المرعبي وزير دولة لشؤون النازحين، غطاس خوري وزير ثقافة، بيير رفول وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية، نقولة تويني وزير دولة لمكافحة الفساد، طارق الخطيب وزير بيئة، عناية عز الدين وزيرة دولة للتنمية الإدارية، يوسف فنيانوس وزير أشغال، ملحم رياشي وزير أعلام، بيير أبي عاصي شؤون اجتماعية، أفيديس كادانيان وزير سياحة، سيزار أبي خليل طاقة، ورائد خوري اقتصاد. وبعد التشكيلة قال الرئيس الحريري أن الحكومة في السياسة أولى مهماتها الوصول إلى قانون جديد للانتخابات يراعي النسبية وسلامة التمثيل لتنظيم الانتخابات في موعدها. في حلقة الليلة كان البحث سيكون حول العقد التي تؤخر تشكيلة الحكومة، وإذ بنا نستضيف ضيوفنا لكي نقرأ في الأسماء أو الوزراء أو تركيبة هذه الحكومة. أستضيف في هذه الحلقة رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جبور، عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب سيرج داغر، ورئيس تحرير موقع بيروت بريس الصحافي والكاتب السياسي غسان جواد. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم. مساء الخير لك. بدي أقول هارد لك لسيرج داغر أو جود لك أو جود لك. زعلانين ولا مشكلة؟ يعني قال الرئيس الحريري انه good عرض جود نيوز على اساس موقع بيروت بريس اعلن جود نيوز، يعني انه انا شفت شيخ سامي بوقت انتخبوا رئيس الجمهوريه وكنا عم نسلم على بعض نحن وظاهرين، قلت له ما تفوت بالحكومه، انا كنت معه انه ما يفوت. فقمت انت سمع منك دغري، يعني ما بعرف اذا سمع مني بس اعطيته رايي سياسي. استاذ سيرج، قال الرئيس الحريري هلا اسمعني من شوي: عرضت على الكتائب وزاره الدوله لكنه اثر رفضها رغم كل محاولاتي، فكان هذا هو المستطاع. صحيح. ليش رفضتوا وزاره الدوله بالوقت اللي عم نشوف في كتار ناس، يعني القومي وزير دوله، جان أوكاسابيان وزير دولة، ميشيل فرعون وزير دولة مع كل تقله وحجمه بالأشرفية، يعني في كتير وزراء دولة، ليش أنتم ما بدكم؟ بعدين وزير الدولة في شيء حده، يعني وزير دولة لشؤون شيء. لا نحن صحيح اتصل فينا اليوم الساعة شيء 6:30 دولة رئيس سعد الحريري وقالنا أنه حابب هو يعطينا وزارة الدولة، وقلنا له تشكرني وقلنا له مرتجعة مع الشكر، ما كتير بتهمنا بالحقيقة. يعني ما بعرف اذا تفوت من الموضوع من اول او من اول حلقه، نحن عندنا شوي حنفوت فيه بشكل مفصل هلا هيك. لا لا انا اتصل فيكم الساعه 6:30 وقال لكم وزير دوله لشؤون شو، يعني بحب اعرف بدل مين. لا بفتكر وزير دوله، ما كان في، ما بعرف اذا كان في شيء اكثر من هيك، بس بالحالتين ما يعني ما كان بهمنا الموضوع. بس المفترض يكون بدل مين كنتوا لازم تكونوا؟ بصراحه ما بيأثر تفصيل صغير، ما بهمنا يعني، ما راح توقف على شو كان بدكم وزاره شو. لا لا ما كان بدنا وزارة شيء، كان بالنسبة لنا الموضوع أكبر من وزارة شو. بفتكر كتار يلي بدهم وزارة شيء ووزارة شو وما بيقبلوا بلا هالشي وما بيقبلوا بلا هالشو، نحن بمحل تاني بقراءة تانية. أنتوا هالقد يعني هيك زاهدين؟ أبداً مش زاهدين، أبداً مش زاهدين. طيب إذا مش زاهدين ليش ما طالبتوا مثل غيركم إنه بدنا وزارة كذا؟ لأنه نحن مش زاهدين، نحن ثابتين. في فرق. يعني القوات والتيار. أبداً أبداً. ما مش عم قارن حالي، كل واحد اليوم كل واحد عنده موقف سياسي، عنده قراءة سياسية، كل واحد بتموضع سياسي، ما له علاقة. يعني نحن اليوم بمحل القوات بمحل تاني، التيار بمحل تالت او تاني ما بعرف، بس بفضل وقت بدي اشرح شيء بخلص. رح نشرح بشكل مفصل. استاذ شارل جبور طبعاً. اول شيء بدي اقول لك مبروك الموقع الجديد، لان هي اول مره بنستضيفك بهذا البرنامج كرئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية، وهذا المنصب بيوصل للوزارة. مش ضروري. فهلأ ملحم رياشي وزير إعلام
وكان رئيس جهاز الاعلام والتواصل. ما بنعرف انت يمكن بعد سنه تصير وزير، ما حدا بيعرف. لك ما بعمري من وقت ما بلشت بالنضال السياسي ما بعمري تطلعت الى اي موقع ولا اي منصب. الاساس بالنسبه لي هو ايصال الفكره السياسيه والنضال من اجل قضيه بمعزل عن شو هو العنوان. هذه لاول مره بقبل اسلم بوست. بالنسبه لي على طول النضال خارج المواقع هو ربما يكون افضل، وبالتالي لا اطلع لإلى اي محل لا وزاري ولا نيابي. مبسوط كثير انه باتصال وبتواصل يومي مع دكتور سمير جعجع، وبتامل انه قد ما في هذا المحل يلي انا فيه اليوم طول فيه، لانه هذا الاحتكاك اليومي انا مبسوط فيه. نعم. طيب قبل ما اتابع معكم خليني فورا انتقل لاتصال هاتفي مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحه غسان حصباني. بدنا نقول لك دولتك مساء الخير. استاذ حصباني، ما بعرف يمكن عم بيسمعني ولا ما عم بيسمعني، ما بعرف، يبدو في شيء بالهيدا. اذا بتسمح لي استاذ جورج، انا بالبدايه بدي اقول شغلتين سريعتين. اولا ما نهني كل اللبنانيين بولاده حكومه جديده، ونتامل فعلا انه هذه الحكومه تقدر تكون على قد المسؤوليات الوطنيه اللي مولات عليها بالقليله بملفين. الملف الاول انجاز قانون انتخاب يقدر فعلا يلبي تطلعات اللبنانيين واجراء الانتخابات، والامر الاخر الدخول باصلاح سياسي وباصلاح اداري فعلي واصلاح مؤسساتي، وتكون فعلا في ورشه اصلاحيه تدخل فيها المؤسسات. اثنين، ما بقدر الا مهني القوات اللبنانيه اللي قدرت فعلا، لانه تعرضت لحرب شعواء من اجل احراجها فاخراجها من الحكومه، ومن اجل تحجيم ورجعته بثلاث وزراء وبنائب رئيس مجلس الوزراء. طيب قبل ما يتقطع الاتصال مع رفيقك دولة الرئيس، طبعا بنحييه ونقول له مبروك التيتر تبعه، دولة الرئيس غسان حصباني مساء الخير. مساء النور. ما بعرف تعودت على الكلمه يما بعد محله يعني بعد جديد اكيد، بس ما شاء الله عليكم بالاعلام صرتم فتره عم تعودون عليها. على كل حال يمكن اول مره انطرحت القصه هي على طاوله هالبرنامج من فتره، اول ما كان يعني كلف الرئيس الحريري بتشكيل الحكومه، وثابت انت كنت ضيفنا وكان بلشت تنزت الاسماء يعني، وانحكى انك انت قد تكون وزير، بس ما انحكى انك رح تكون نائب رئيس مجلس الوزراء. يعني بوقتها كان انه وزير اقتصاد يعني، او وزير اتصالات هيك انحكى بوقتها، لانه اختصاصك اقتصاد واتصالات. شوي صرت من المرشحين لوزاره الاشغال، شوي صار في مشكله على حقيبه الاشغال، صرت بالصحه. فكيفك بالصحه؟ الحمد لله الصحه منيحه بتجنن. نحن مثل ما يعني مثل ما تفضلت كان في عده هيك تقديرات وتحاليل، ومنها كانت صحيحه منها كانت يعني تحاليل، ولكن هلا حاليا صار معروف الموضوع، وان شاء الله نحن نكون على قد المسؤوليه. هيدي كانت الام وواجباتنا المطلوبه منا لخدمه الوطن ولانجاز اللي بدنا ننجزه بهالحقب اللي جاي، والمرحله يعني بوقتها ما راح يكون كثير طويل، بس الله يقدرنا ونعمل اللي فيه خير مثل ما نحن كنا نطمح له. في عندي سؤالين لهم علاقه بالحقيبه الوزاريه، وسؤال له علاقه بمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء. خليني بلش بالحقيبه الوزاريه، هل كنت بتحس حالك رح تكون اكثر انتاجا او اكثر فعاليه بحقيبه غير الصحه يما كل واحد؟ لا بالحقيقه يعني هلا يمكن بدها وقت مطول لتتعرف علي اكثر، يعني معروف عني اكثر، بس انا يعني بحكم شغلتي وخبرتي ممكن نقدم كثير لاي حقيبه اللي كان، ولكن الصحه مثل الحقائب الاخرى في قدره انتاجيه ان شاء الله تكون يعني متممه بالتعاون مع باقي الوزراء. طبعا الزملاء اللي راح يكونوا يعني بالنتيجه نحن بطريقه الحكم عندنا مجلس الوزراء يعني له دور كثير مجتمعا وبعمله الجماعي كفريق عمل، ولكن ضمن الوزارات لا ما بعتقد يعني في وزاره فيها انتاجيه او احتمال انتاجيه لإلي كشخص اكثر من الثاني، طالما نحن عم نطبق يعني المبادئ الاداريه والاصلاحيه يعني الاستراتيجيه والتنفيذيه ايضا اللي تعلمناها بعملنا وبشغلنا بعده اماكن معنا.
طيب معالي الوزير، انت جاي على وزارة سبقك لها الوزير وائل بوفعور يلي كان له صدى كتير إيجابي يعني بوزارة الصحة، وعمل العديد من الإنجازات وحملة سلامة الغذاء والضمان الشيخوخة ويعني عدة أمور، وكان يعني الوزير وائل بوفعور سوبر نشيط بوزارة الصحة، ومثل ما قلنا أنه حقق العديد، يعني كان عنده على طول دايما دايما في عنده نشاط وإنجاز وإلى آخره. اليوم انت جاي على وزاره مثل ما قلنا اوريدي كان فيها نشاط كبير، هل برايك انه انت قادر انك تضيف لوزاره الصحه كما يجب ان تضيف خلال هالعمر القصير من الحكومه؟ يعني انا اهم شيء نقدر نطبق المبادئ يلي الدول المتقدمه والمتطوره دائما بتطبقها وهي الاستمراريه. طبعا الوزير ابو فاعور يعطي الف عافيه، يعني شغل جيد جدا بهالوزاره هذه، والله يقدرنا ونقدر كمان نكمل العمل اللي بدا فيه ونقدر نطور هذا الاحكام بهالفتره الوجيزه هي. فدائما لما نكون المبدا هو استمراريه العمل وتسليم العمل واستلامه والاستمرار بالنهج الشبابي الحديث اللي بدا فيه معالي الوزير، كمان نحن الهدف انه نكمل هالامور هيدي. طبعا هو كان الوجه الشبابي النشيط، وان شاء الله يكون عندنا نحن ايضا نفس المفاعيل بوجه شبابي ونشيط وخبير في الامور الاداريه كافه. نعم، طيب دولة الرئيس بختام هالحوار القصير، ويمكن هيدي اول مداخله لك عبر الاعلام من بعد توليك هذا المنصب، سؤالي لك، سمعنا كثير بهالفترة اللي سبقت انتقادات لها علاقة بهذا المنصب اللي هو منصب أرثوذكسي نائب رئيس مجلس الوزراء، وسمعنا في كثير أطراف تقول أنه يعني تنتقد توليك شخصيا هذا المنصب من ناحية أنه يجب أن يكون أرثوذكسي آخر ربما، أو أن يتمثل أرثوذكسي يعبر أكثر عن الحياة السياسية، أو يكون عنده خبرة سياسية أكثر، وإلى ما هنالك من أمور طبعا وصلت لك وبتعرفها. ماذا تقول في هذا الشأن اليوم ردا على كل ما قيل حول شخصك في هذا المنصب؟ أنا الحقيقة ما بحب رد على هالموضوع هيدا إطلاقا، لأنه كل إنسان عنده رأيه وكل مجموعة عندها رأيها، وأنا بقدر له رأيهم كلهم، ولكن يعني ماني بحاجة إلى فحص دم بالوجدان الأرثوذكسي، وهلا بحاجة لتثبيت تمثيلي للفكر الأرثوذكسي والنهج الأرثوذكسي. أنا لبناني أولا، أيضا أنا أرثوذكسي وأفتخر بالأمرين، وهذا الموضوع يعني ما بحب كثير أدخل فيه. العمل هو اللي بده يبرهن بالنتيجة، والأفعال تبع الشخص تبرهن، وتبقى للمراجع كمان مكانتها بهالموضوع هيدا وبركتها، خاصة بهالشؤون هيدي. فإن شاء الله الأيام قدامنا ونقدر نحقق اللي كنا متمنين وطنيا وأرثوذكسيا. شكرا لك دولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة في الحكومة الجديدة غسان حصباني، شكرا لك على هذه المداخلة، ومبروك بدنا نقول لك عن جديد، وأهلا وسهلا فيك. الله يخليك، الله يحفظك. يا أهلا أستاذ غسان جواد. طبعا يعني في هذه الحكومة دايما بدنا نقول يعني مبروك للوزراء كلهم، خاصة للإعلاميين يلي تولوا مناصب. عم نحكي عن الأستاذ ملحم رياشي يلي هو صحافي وصار وزير، حيي للرفيق الأستاذ ملحم والصديق والزميل والرفيق. أستاذ غسان، يعني كان في عدة احتمالات أو ترجيحات أو ترشيحات لأشخاص لتولي مناصب وزارية وهن صحفيين، حتى كمان نزلت اسمك لإلك، ليش طلعت بلا وزارة؟ الوزراء الشيعة اللي تسموا اليوم ممتازين وبيمثلونا وبيمثلونا بشكل كبير، خصوصا أنه فهمت أنه وزيرة السيدة عناية عز الدين هي وزير الدولة وهي شيعية على الأرجح يعني. نعم. فبعتقد أنا أنه هؤلاء الوزراء بيمثلونا وأكثر، وبمعزل عن يعني الواحد الأمور الشخصية، أنا عم بشتغل بالشأن العام، وفي جملة لبيل كلينتون بتذكرها بكتابه حياتي، عنده مذكرات كان بيقول: لقد كنت دائما في عجلة من أمري مع أني لم أكن أعرف مساري. وعمل رئيس جمهورية. هلأ في شيء تاني
هذا انا بقوله لمرتي لما مرتي بتصير تسالني انه ليه انت بلا شو بتقلها؟ انه مرتي كل ما تشكل حكومه مثل كل حدا مثل اهلي مثل كل الناس انه ليه ما عم بفكروا فيك، فبقلها انه طالب الولايه لا يولى. هي الوحده بتجي لوحده طيب. وهون بس شغله وحده انا موجود وبس بدهم حزب الله والرئيس نبيه بري بيلاقوني موجود بيشوفوني وبيعرفوني وين يعني. هيك عم تعمل عرض يعني انه لا انا موجود موجود حاجة. لا هلا كنت عنده يعني لدولة الرئيس طيب. وقت اللي وصلت لعند الرئيس اجى تليفون انه عم تشكل الحكومة يعني انه بدها تشكل واستأذن منها وطلع بعبدها طيب. يعني خليني بارك كمان لمعالي الوزير مروان حمادي. معالي الوزير مساء الخير ومبروك وزارة التربية والتعليم العالي. مساء النور جورج ومساء النور للغسان واللي نعرفه انه موجود ونتمنى له بعد الشاب ومستقبل قدامه غسان. نعم طول عمرك معالي الوزير الف مبروك. نحن منهنيك معالي الوزير ومبسوطين لك. عم بهنيك سيرج داغر وشارل جبور كمان بالاستوديو كمان. واذا ملاحظ الصحفيين لهم دائما حصه بالوزارات الحمد لله. و وزارة التربية يعني طبعا أنا ما بتشبه هدون بس كان مرأة عليها شارك حلو ومرأة عليها غسان تويني ومرأة عليها من كبار الصحفيين من زملائنا وإن شاء الله غسان هاتي بتوصي بكل شيء. نعم معالي الوزير معالي الوزير كان مقدر لإلك وزارة العدل من الأساس يعني كما كان متداول وكما كانت التركيبة الأولانية. بعدين صار في رغبة من قبل رئيس الجمهورية بتولي وزارة العدل فصار في تبادل. يعني هل تعتبر أنه هذا التخلي عن وزارة العدل بمثابة تسهيل كان من قبل النائب وليد جملاط لولادة الحكومة أم أنتم من الأساس كنتم بتفضلوا التربية لأنها خدماتية أكثر؟ لا أصلا يعني نعتبر بتصور أنه الحزب الاشتراكي وزارة البيتال لقاء ديمقراطي كانوا بفضلوا ومثل ما صار احدى الوزارات مش الخدماتيه، الوزارات اللي لازم تكون بخدمه اللبنانيين كلهم مش بخدمه حزب طائفي كذا والى اخره. وانا بمرور السابق على الوزارات صحه خصوصا ما كنت يوما وزير لطائفه او مذهب، كنت وزير لكل لبنان. وهذه وزارة التربية تحدي كبير لإلنا، يجب أن نعود ونقرأ كل ما كتب في التربية كمان جملات وكبارنا كلهم ونجرب نطبق خلال أشهر قليلة ما نستطيع من هذه المبادئ، إلى جانب طبعا المهمتين الكبيرتين اللي هم وضع موازنة لهذه الدولة بفضل فترة طويلة ما حدا بيعرف شو عم بيدخل عليه وشو عم بيطلع منها وهذا صار ضرورة ملحة وطنية. نعم ويكون فيها كمان شيء في المطالب من حقها للأساتذة والمعلمين اللي صار انتظارهم لها. نعم ويكون الشيء الثاني هو التفاهم وطنيا على قانون الانتخابات وإجراء الانتخابات. نعم هذا اللي بدي أسألك إياه معالي الوزير، يعني بالسياسة برأيك سهل التفاهم على قانون انتخابي بهالفترة القليلة اللي باقية اللي بتفصلنا عن الانتخابات النيابية؟ ما في لك من هلأ إذا سهل أو لا. يعني أنا كنت مثلا أعتبر أنه الحكومة صعب كثير ولادتها وبالنتيجة صار في تفاهمات من قبل فخامة الرئيس ومن قبل الرئيس الحريري أدت إلى ولادتها بين عيد المولد النبوي وعيد الميلاد الميلاد المجيد. فإن شاء الله يكون في ميلاد لقانون انتخاب متوازن بيأمن التنفيذ. بس بينقال معالي الوزير أنه أنتم كفريق سياسي يعني الحزب التقدم الاشتراكي والنائب وليد جملاط تفضلون البقاء على قانون الستين، يعني هذا خياركم الأساسي. نحن اساسا موقعين على مشروع قانون مختلط مع القوات والمستقبل. نعم نعم في نسبه واكثر وصار في نقاش مع التيار الوطني الحر مع الاستاذ جبران باسيل لا مش مع لا عون
جبران بالواسطة، يعني إعلان الواسطة. نعم. حول القوانين، وتصور بكير يعني بكير طبعاً بكير قبل الليلة شو راح تكون المواقف وكيف راح تتضافر الجهود لإنتاج قانون انتخابي جديد. على كل حال بدنا نقول لك مبروك عن جديد معالي الوزير مروان حمادي بتوليك وزارة التربية والتعليم العالي، ونتمنى لك التوفيق في هذه الحقيبة الوزارية. شكرا شكرا. أهلا وسهلا فيك أستاذ سيرج. هلأ في خبر أنه يقول الرئيس ميشيل عون أنه بذلت كل الجهود لتمثيل الكتائب، لكن بعد اعتذارهم تم أعطاء حصتهم للمستقبل الذي تمثل بجان أوغاسابيان. يعني كنتوا انتوا المفروض تاخذوا وزاره الدوله لشؤون المراه. والله كانت منيحه. ايه كانت لا شؤون المراه مش الوزاره. ندمي. لا خليك بدك، بعرف انه اليوم بدك في تهاني وهيك، بس بدك تعطيني 3 لـ5 دقائق اشرح لك كل موقفنا بهمني وهيك، بعدين بقدر اعطيك الكلام قد ما بدك وما ارجع اخذ كلام. قبل ما تشرح لي موقفك بدي بس شرح سريع منكم ثلاثتكم انه كيف فجاه تحلحلت العقد. يعني كنا لامبارح عم بينقال انه عم نقرا وعم نسمع تحليلات بين انه اطفئت المحركات او انه الحكومه قد ترحل الى ما بعد الاعياد، او انه الرئيس الحريري يمكن يسافر، وصار يطلع اخبار انه غادر او لم يغادر والى اخره، ومدري مين عم بعرقل وقطبه مخفيه وبعد حلب ليس ما قبل حلب. يعني كل هيدي الشعارات اللي عم نسمعها، بدي بس كل حدا رايه بشكل سريع من وجهه نظركم كيف فجاه انفكت العاده. استشار. انا بتقديري يعني ما كان فيهم يأخروا بقى أكثر من هيك، لأنه بيعرفوا كتير منيح أنه صبر الرئيس عون منه كتير طويل، بيعرفوا كتير منيح أنه أيضاً الرئيس الحريري وصل على محل بلش يقول أنا ما بقى فيه كفي إذا كنت كفوا بهذا الطريق. ثلاثة، وصلوا على محل أنه كل محاولات الشروط يلي بدهم ينتزعوها والضغط حتى يفتكوا ويفصلوا بين القوات والتيار الوطني الحر ويقدروا ايضا يحجموا القوات بالداخل وصلت على محل وقفت، ما بقى قادرين يكفوا هيك. ولذلك اذا بدها تضل الامور رايحه مثل ما هي بدك ترجع للاشتباك السياسي، بده يرجع مضطر حزب الله يطلع يقول ما في مشكل نحن والتيار الوطني. يعني برايك انه هيدي عم تقول انه فهموا انه كذا كذا، انا بتقديري فهم برايك وصل. برايك انه اللي فهموا هن حزب الله؟ يعني انا بتقديري التعقيد اللي كان قائم من قبل هو تعقيد من قبل السنيه شيء من قبل رئيس بري وحزب الله. بعد ثنائيه شيء فهمت بشكل واضح انه اذا بدها تضل بهذا المسار ومن تعقيد الى تعقيد الامور بدها توصل على محل اشتباك سياسي، بدها ترجع تفلت بالمكان. استاذ غسان اكيد هل صحيح كلامه؟ اكيد هل توافق على كلامه؟ اكيد الثنائي الشيعي ما كان عم بيعرقل، اكيد الثنائي الشيعي كان عم بيعبر الرئيس نبيه بري عن مطالب له لحلفائه بتضمن التصويت وآلية العمل داخل مجلس الوزراء وبتضمن التركيبة حتى كمان لغير حلفائه كان عم للكتائب. كان متحمس لحقيبة للكتائب أكثر من حلفائهم المفترضين أكثر من القوات. كانت فكرته للرئيس بري كانت فكرته للرئيس بري أنه بيكون في مسيحيين إلى جانب سليمان فرنجية بالحكومة حتى إذا الثنائي. مين قال له أنه الكتائب رح يكونوا إلى جانب سليمان فرنجية؟ لا ما بنعرف. مش إلى جانب رئيس الجمهورية أو إلى جانب القوات، ما بنعرف. يعني هاي كانت الفكرة يعني. أنه نكتر المسيحيين إلى جانب إلى جانب سليمان فرنجية، هاي كانت الفكرة. بعد ما راحت موضوع حقيبة الأشغال، بعد ما انتهى موضوع حقيبة الأشغال ما عادت العقدة عند الشيعة. واليوم قبل ما تطلع الحكومة بخمس دقائق وين كانت؟ قبل ما تطلع الحكومة بخمس دقائق كان عم بيقول الرئيس بري، عم تمشى معه كنا عم بيقول ما عاد في ولا مبرر ما تطلع الحكومة أصلا، بيكون في عرقلة في مكان ما. بعد شوي إجا تليفون إذا شارل جبور اعتبر أنه العقدة كانت عند الثنائية الشيعية. نعم. وصلوا لمطرح حسوا انه ما بقى يحتمل تاخير لانه بصير في اشتباك سياسي. نعم. بالنسبه لوجهه نظرك العقده وين كانت اذا مش عند الثنائيه الشيعيه؟ وين كانت؟ كانت يعني ليش ما ولدت الحكومه من جمعه؟ اولا هون باكد على انه المحاصصه كانت الداخليه كانت عم تمنع ولاده الحكومه وليس المعطيات الاقليميه والدوليه، وانه موضوع حلب وما بعرف شو كل هذه الترسيمه اللي صارت تنحكى على موضوع. كانت العقده وين؟ العقده عند كانت يعني اولا وصلت من شي 3 ايام يعقوب الصراف كان مرفوض من قبل المستقبل. 2 القوات كان عندها كمان
ما بعرف هلا انا بعرف كان المستقبل. مرفوض كان مرفوض الوزير يعقوب الصراف كان في علامات كان في علامات بس كيف تبددت لحظه كيف تبددت علامات من خلال الثقة ومشي حال من خلال الثقة الكبرى بالعماد مشرف جورج تسمح لي ايه انا عندي قراءه مختلفه انا عم بسمع كنت استاذ شارل باكثر من حلقه عم بيحكي عن تراجعات معقول تقدمها الثنائيه الشيعي انا عندي قراءه مختلفه كليا ادت لنحن مطرح ما وصلنا اليوم ككتائب والجمع لا اول شيء اللي لا 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 لا, لا مش لا مش اول شيء مش اول مش اول شيء لان هي سياق اوكي لا لك شغله من سنتين ونص اجى حزب الله بالزيت او الثنائيه الشيعيه بعدين قالت شغله ما في رئيس بلبنان الا العماد عون رحنا وجينا وطلعنا ونزلنا نحن ك 14 أدار كان مرشحنا دكتور جعجع اللي نحن رحنا انتخبناه كان معقول بعدين نروح يمكن عبو ترس حرب أو الرئيس جميل وإذا بنعمل تسوية على شخص ثالث بالآخر إجا العماد عون هذا من سنتين ونص كان في فيتو على سعد الحريري من حزب الله ما إجا سعد الحريري بس ما تنسى اسمعني 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 بس 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 وقبول من قبل الأغلبية ما رح ما رح وقف ولا محل لأن هو متسلسل بدك تخليني بس للآخر نقف على الفيتو على سعد الحريري اجى رئيس حكومه بالاتفاق مع راب او كان في بتفاهم مع راب كان في تفاهم على وزاره سياديه للقوات طلع نفس الفريق اللي هو حزب الله قال ما في وزاره سياديه للقوات طلعنا ونزلنا ورحنا وجينا وتبين انه ما في وزاره سياديه تراجع. قال الاشغال بدل قالوا لهم ما في اشغال الاشغال للرئيس بري انتهينا الاشغال للرئيس بري صار في محاولة للقول انه سليمان فرنجيه ليه بده ياخذ وزاره اساسيه بياخذ التربيه حجم التربيه محاولة تحجيم غيره اللي هو قالت الثنائية ما فيكم تحجم سليمان فرنجية ورح ياخذ الأشغال وأخذها أوكي نحكى عن اعتراض على سليم جريساتي وعن اعتراض على يعقوب الصراف باليومين الأخيرين مع احترام الألقاب وكل شيء انتهوا اليوم وزيرين وكل شيء تمام خلينا نقول الأمور مثل ما هي في فريق عم بيفرض كل اللي بده إياه من سنتين ونص على كل الآخرين حاج نصور انتصارات ونطلع وننزل ونعمل في فريق وهذه واقع ما في شيء قلت لك هو رأيي فريق حزب الله في فريق عم بيفرض اللي بده إياه على الجميع من سنتين ونص لليوم في عندك طريقتين تتعامل معه أو تقول هيدا هو الواقع هيك لنشوف كيف بدنا نواجهه أو تقول هيدا منه الواقع نحن منتصرين وأوضاعنا ممتازة ويكف هذا الفريق يعمل فيك اللي عم يعمله هلأ نحن بحزب الكتائب رافضين لهذا الأمر الواقع ببساطة القوات قبلانين بهالأمر الواقع بعرف. برأيك؟ ما بعرف لا. أنا عم بعطيك واقع بتوصف لحظة أنت عم بتوصف طريق رح أوصلك قلت يا أما فيك تقبل بهالأمر الواقع وكذا أو ترفض واعتبرت أنه أنتوا رفضتوا أنا بمحل شاعر أنه في كثير من الأفريقاء بالآخر يمكن حريصين على البلد بس يمكن تعبوا من هالمعركة يمكن شافوا أنه خير ما بقى بدنا نخوض يمكن شافوا أنه البلد اهترى يمكن عندهم 100 اعتبار ولكن قابلين بهالأمر الواقع شو اللي خلى الكتائب اليوم تكون خارج الحكومة؟ الكتائب صوت مزعج لمين مزعج للناس اللي هن ضد السيادة مثل مثلا فريق حزب الله وغيره ما انه مبسوط يكون في فريق كل نهار بيحكي عن سلاح حزب الله والحرب بسوريا والتدخلات ووهج السلاح مزعج مش انه قاتل حاله حزب الله بس عندك بالاخر الحكومه تيار المستقبل وصلك وصلك والقوات اللبنانيه اللي هيدا موقفهم كمان وصلك يعني مش عم بقول لك لا مش عم بقول لك عم بقول لك من ميل مزعج لحزب الله من تاني ميل مزعج لكل واحد بده يقطع صفقات فساد سكلين مناقصات تركيبات سد منه مدري شو منه هيك نفايات منه مزعج يعني هذا اول فريق انت زعجه فريق ب انت زعجه فريق سي يلي بركي انت بتنافسه كذا بيتمنى كمان ما تكون بيقول لك يا خيب المرحله بلا ما يكونوا بالحكومه واصلين على انتخابات هو انت لو تبلشها من سي احسن لا لا لا, 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 لا هو 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 يعني هذا موضوع منه لا منه موضوع منه موضوع سي الكتائب تتمثل هو يا كويس بس خليني قبل لانه خلصت بالنظام من بعد كل هيدا العرض نعم لو اجوا قالوا لكم نعم وزاره صناعه ايه شو كنت عملت؟ رح اقول لك على هيك ما رح جاوبك ما كنت واصلكم لهون ديجا اساسا ليه ما اجوا قالوا لك خذ وزاره الصناعه؟ ليه اليوم الساعه 6:30 بيتصلوا فيك خذ وزاره الدوله؟ لانه عم يعملوا كل شيء تما تفوت مع هذا كله نحن شو جينا قلنا المرحله قبل تكون هين وضحها للناس نحن جينا قلنا نحن بصناعه سياسي كنا على 10 سنين مع 8 ادار وعماد عون كنا نحن معتبرين انه مرشح 8 ادار واعتبرنا انه من حقنا ما ننتخبه انتهت مرحله الحق على آخر الانتخابات أصبح عماد عون رئيس جمهورية لبنان هون انتقلنا لمرحلة الواجب من واجبك أنت كحزب عم يشتغل بلبنان جاجب تنجح العهد ورحنا قلنا لرئيس الجمهورية بشكل واضح نحن كنا على خصومة سياسية نحن اليوم رح نعطي فرصة للعهد ورح نتعاطى بإيجابية وبدلنا الرئيس كمان لكون واضح بإيجابية والرئيس تمنى علينا نكون بالحكومة وقلنا ما في مشكل بس أكيد نحن منفوت بثوابتنا اللي معروفة سعد الحريري قال بتمنى تكونوا بالحكومه قلنا له كمان ما في مشكله
لا ناقشنا حصص ولا ناقشنا مناصب ولا ناقشنا طوائف ولا تجينا حدا ولا عملنا ولا قلنا شيء. قلنا له للرئيس المكلف روح جرب ركب تشكيله شوف شو بيصير معك وعرض علينا وشوف شو بيصير معك نشوف شو الحكومه وجوا وغيره. نرجع للنقطه الاساسيه اللي قال رئيس الحكومه لحديث اليوم واجى اليوم يقلنا انه وزاره الدوله. قلنا له يا اخي كثير منيح بالاخر يعني بالحياه السياسيه يحو يوم شارل عنده ثلاث وزراء ونص ونحن ما عندنا ولا وزير هينا قاعدين على فرطه ولا نناقش بس انا بدي ارجع للشيء اللي كنت عم جرب اسالك اياه يعني الاستاذ شارل كمان ساله يعني لو اليوم عرض عليكم الرئيس الحريري وزارة الصناعة أو وزارة الصحة أو وزارة التربية أو وزارة المهجرين أو الزراعة أو البيئة أو حقيبة وزارية كنا دخلنا كنت اليوم عم جاوبك وعم تحكي خطاب معاكس تماما لهذا مشكلتي الخطاب. يعني كل الوقت ما حكيت ولا مرة خطاب معاكس لحديث هلا ومن هيك كل ما بتستضيفونا بسألونا ليه حاملين سلم بالعرض لا كنت فت على الحكومة عم جاوبك كنت فت على الحكومة كنت صرت انه بتجنن لا 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 ما كان صار شو بدهم اياهم كنت فت على الحكومة كنت فت على الحكومة وحكيت الحديث المزعج اللي صار لي عم بحكيه سنتين ونص واصلا انا كنت بالحكومه وكان عندي ثلاث وزراء باللي قبله وما سالت عنهم لانه بقيت على ثوابتي وبقيت عم حارب الفساد وبقيت يعني بفتكر انه في جزء من هذا الكلام او في جو بالبلد انه انتم كقوات لبنانيه كان بدكم انكم كل الحصه المسيحيه حصريه تكون بايدكم وبايد التيار الوطني الحر وهذا بناء على التفاهم او الاتفاق بيناتكم وكنتوا عم تعملوا المستحيل تتبايعوا المردة وتبايعوا الكتائب المردة ما زبطت معكم لانه في كان الرئيس بري أو الثنائية الشيعية أو حزب الله داعمين سليمان الفرنجي ولازم أنه يكون له حقيبة فطلع أنه استبعدوا الكتائب الحقيقة القوات طلعت أكثر من موقف وأكثر من بيان ودكتور جعجع شخصيا حكي بهذا الموضوع ما في فيتو على حدن ما في فيتو على الكتائب ما في فيتو على المردة القوات ما كتير مركزة على حكومة 24 و30 أولويتها بمكان آخر تكون حكومة منتجة حكومة قادرة تعطي فكل الكلام يلي كان عم ينشاع بالبلد انه القوات حاطه فيتو على الكتائب مش مزبوط ويدخل في سياق واحد وحيد هو المحاوله المستمره والدؤوبه لفصل القوات عن تيار الوطن الحر فصل القوات عن تيار المستقبل فصل القوات عن الكتائب القوات تتمنى ان تكون الكتائب في الحكومه لانه الكتائب لو كانت في الحكومه الكتائب والقوات اللبنانيه يتشاركوا بنفس الاستراتيجيه بس ليش ما اشتغلتوا على هالامر يعني ليش كان الرئيس بري محمس لتوزيع الكتائب اكثر منكم كان رئيس بري لما بيطالب بيتمنى ان تكون كتائب موجوده بخص الكتائب نحن كمان بنتمنى انه يكون محمد بيضون بالحكومه وابراهيم شمس الدين بالحكومه انه لما الرئيس بري بده يصفي هو عم بيطالب الكتائب تكون موجوده هذا مش شيء منيح للكتائب والكتائب بيعرفوا هيدي المساله نحن حريصين طب ليش ما طلبتوا انتم ليش ما انتم سعيتوا وطلبتوا وقلتوا يا منفوت كلنا سوا يا اما لا لا طب ما فيها تكون هيك الكتائب كانت موجوده بثلاث وزراء داخل الحكومه القوات لم تكن موجوده والقوات بالنسبه لها الكتائب كانت ممثلتها بقلب الحكومه وما كان عندها مشكل في هذا الموضوع اليوم في تسويه وطنيه صارت القوات اللبنانية خاضت مواجهة كبيرة جدا على مستويين مستوى إيصال الرئيس عون وهي عن قناعة ثابتة بأنه حزب الله لم يكن يريد الوصول إلى لحظة الانتخاب وأنا هون بسأل سؤال لكل الرأي العام هل حزب الله بوضع أفضل ما قبل انتخاب الرئيس عون أو حزب الله هو بموقع أسوأ بعد انتخاب الرئيس عون أنا بجاوبك بشكل واضح حزب الله بعد انتخاب الرئيس عون هو أسوأ بوضع من وضع اللي كان فيه قبل هيدا رح نناقشها دخل إيه. بس خلي كمل بعد دقيقتين بسرعة هو مربك هو ما انه عارف شو بده يعمل حزب الله مربك طبعا يا لطيف ليه عم يشوفه بالعكس باحسن ايامه من حلب لبعبده مش مزبوط طب اسمح لي انا استراتيجيته بتصبح فراغ خلينا نخلص بس موضوع الكتائب القوات اللبنانيه والتيار الوطني الحر عاملين تفاهم هذا التفاهم هو خلق ديناميه وطنيه وصل للرئيس عون الى قصر بعبده القوات اللبنانيه من شهر لليوم عم تتعرض لحرب لمواجهتها فيتو بحقيبه سياديه فيتو بحقيبه اشغال ورضختوا انتوا لكل هذه محاولات مثل ما قال سيرج دابا ادعى الوزير فرعون من الحكومه وبالتالي القوات كان كل تركيزها تثبيت حضورها داخل الحكومه تتمنى كانت انه الكتائب تكون موجوده بس هي كانت عم تشتغل حتى تقدر تواجه الثنائيه الشيعيه اللي عم تعمل عن سابق تصور رح اسمع رد على قاعدة خلصت لانه كل هذه الضغوطات اللي كانت عم تصير كرمال تخلق جو شو لما انت بتضغط بتشيلها من سيديه ومن الاشغال حتى الرأي العام القواتي يقول ولو يا رئيس طبعا نحن جبناك يا رئيس عون رئيس جمهورية ما قدرت انك قادر تدافع عن القوات والقوات كان عندها ثابت كنيعة انه هذا هو الهدف
ولذلك هي مشان هيك قبلتوا بالتنازل. لا قبلنا بالتنازل مثل ما الرئيس بالريبل بالتنازل لمصلحة البلد والقوات الحصة اللي اخدتها هي خرجت منتصرة من الحكومة بلسان الرئيس بري. القوات اللبنانية اخدي اكتر من الثنائية شيء مش تمام. طيب خليني اخد اتصال من الوزير وزير العمل محمد كبارة. مساء الخير معالي الوزير. اهلا اهلا استاذ جورج، كيف احوالك؟ اول شيء بدنا نقول لك مبروك وزارة العمل، هيدي وزارة كانت كتائبية وطبعا يعني بس انه الوزير سجعان قزي ما عاد يعني من حصة الكتائب، ولكن هي من الاساس وزارة كتائبية. كانت بهاي الحكومة السابقة، فانت هلا استلمت وزاره العمل، بنقول لك مبروك. هيدا شو بيعني، شو بيعني تحديدا لمدينه طرابلس يعني بالنسبه لتمثيل طرابلس في هذه الحكومه وبالنسبه لك شخصيا استلامك هذه الوزاره؟ هلا اكيد اليوم الشعب اللبناني كله منتظر ومعلق امال كبيره على الحكومه هيدي وعلى العهد بالذات، وان شاء الله يعني بعد التاخير هذا بترجع الحكومه مع العهد الجديد انه بيقدروا يغزوا البلد ويساعدوا الناس ويحسنوا الاوضاع من كل النواحي. نعم، بالنسبه لك معالي الوزير يعني وزاره العمل هل هي من الاساس عرضت عليك يعني ضمن حصه المستقبل ولا كيف يعني كيف يعني شو حكايتك مع هذه الوزاره؟ هل من الاساس انعرضت عليك او هل لا؟ كان مطروح وزاره العمل او وزاره الشؤون الاجتماعيه. اها. هلا بالتركيبه اللي زبطت زبط وزاره العمل. وانت شو كنت بتفضل، الشؤون الاجتماعيه ولا العمل؟ انا والله انا ما فارق معي، انا بيهمني امي وبيجبي واقدر اخدم اهلي واقدر اكون على مستوى المسؤوليه والامانه في حمله. اليوم شو بتقول لأهل طرابلس؟ يعني دائما مدينة طرابلس تشكو بأنها يعني مدينة مغبونة ويعني ومظلومة طرابلس يعني بالصورة اليوم اللي اتاخذت عنها وإلى آخره. لكل فعاليات المدينة وكل سياسيين المدينة أنهم يتعاونوا ويتكتلوا ويكونوا كلهم يد واحدة، وأكيد اليوم رح يكون من هالحكومة في اهتمام خاص بطرابلس، وهذا اللي عم نسمعه دائما من دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري أنه طرابلس رح تكون مميزة بهالمرحلة الجاية وبهالعهد الجديد إن شاء الله. شكرا لك معالي وزير العمل محمد كبارة، ومبروك توليك الوزارة عن جديد. شكرا لك استاذ ساج، استاذ غسان، استاذ شارل، رح تابع الحديث معكم بس بدي اتوقف مع فاصل اعلاني ثم اسمع رد غسان جواد على ما قاله شارل جبور، واتابع ايضا مع ساج داغر عن موضوع هلا انتم معارضة حتكونوا يعني شو يعني بعد بكرة وين حتكونوا مباشرة بعد هذا الفاصل. ونتابع مشاهدينا هذه الحلقة مع ضيوفي عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب سيرج داغر، أيضا رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية شارل جبور، ورئيس تحرير موقع بيروت بريس غسان جواد. أستاذ غسان، الأستاذ شارل جبور حكي عن أنه الثنائية الشيعية كانت هي المأخرة أو العقبة في وجه تشكيل الحكومة أو كانت هي العقدة، حكي أنه حزب الله مأزوم بعد انتخاب الرئيس ميشيل عون، وأيضا حكي عن موضوع أنه كان هناك محاولات مستميتة للفصل أو لزرع الخلاف بين القوات اللبنانية وبين التيار الوطني الحر أو بين القوات ورئيس الجمهورية. أنا بدي بلش على هذه النقاط. بدي بلش أولا من اللي تفضلوا قالوا الأستاذ سيرج بأنه سنتين ونص حزب الله معطل البلد وعم يمنع رئاسة الجمهورية إلا ميشيل عون. أنا ما هيدي كانت فرض إرادته على كل البلد. فرض إرادته على كل البلد، هيدي كانت بإطار تصحيح التمثيل الوطني، واضحة عودة المسيحيين بهذا الزخم إلى السلطة لم تكن لتكون لولا ما يتمسك حزب الله بالعماد ميشيل عون. حتى تفاهم مع راب ما كان ممكن يصير بهذه السرعة وهذا الزخم لولا تمسك حزب الله بالعماد ميشيل عون لحظة تمثيل أو ترشيح الوزير سليمان فرنجي. تاني شيء بموضوع العقد وأنه الثنائية الشيعية طلعنا منها، يعني صار كل بيعرف وكل اللي متابعين ملف الحكومة بيعرفوا بأنه بعد ما انحلت أزمة الأشغال للوزير سليمان فرنجية لم يعد المشكل عند الرئيس نبيه بري ولا عند الثنائي الشيعي، بل أصبح
عند القوات وعند المستقبل في رفض توزير بعض الأشخاص، واليوم طلعت الحكومة لأنه هذه العقد حلح. رفض توزير ثلاثة بعض لحظة، رفض توزير بعض الأشخاص مثل يعني؟ مثل قلنا يعقوب الصراف، قلنا ثلاثة. موضوع حزب الله مأزوم، يعني أنا بنصح الاستشار والقوات يغيروا كل نظرتهم والزاوية اللي عم بيشوفوا فيها. حزب الله الآن عم ياخد حلب، حزب الله حزب لبناني عم يلعب أدوار إقليمية، فكيف يمكن أن يكون مأزوما بوصول أهم حليف له منذ حرب تموز 2006 إلى رئاسة الجمهورية؟ أما نظرة حزب الله لهذا التفاهم مع راب، فسماحة السيد أجاب عنه بوضوح شديد عندما تحدث بآخر إطلالة وقال إنه القوات مكون أساسي وموجود، ونحن أي حزب الله كنا على اطلاع بتفاصيل تفاهم مع راب، ووردت نقاط بتفاهم مع راب حزب الله طلبها بالحقيقة أو أراد أن تكون هذه النقاط. طيب. ومنها وضح. إعلان العداء لإسرائيل الذي خرج منها، وضح هذا الموضوع. بالتالي يعني الكلام على حزب الله مأزوم، بالعكس حزب الله يعتبر اليوم أن العماد ميشيل عون رئيس الجمهورية هو الضمانة، وما بده تلت ضامن بالحكومة، وهلأ إذا بتطلع بالحكومة ما فيها تلت ضامن، بس فيها ملفات رح يكون فيها تحالف على ملفات. استاذ سارج عم بيقول ما فيها تلت ضامن، بس هيك بنظرة أولية بتلاقي إنه فيها تلت ضامن ولا لا؟ أنا أقول لك شو، أنا موافق مع استاذ إنه ما في اليوم حزب الله منه مأزوم، بل أنا بالنسبة لي الحكومة فيها مقومات 8 أذرية بارزة، يعني أنا بشوفها حكومة كتير منيحة على 8 أذر. أقول لك شغلي، أنا بلاقي لأنه ما في مكان بهيدي الحكومة لصوت سيادي، ما في مكان. صار هذا رأيي، ما في مكان لصوت. ولو انتو والقوات رحلة وترفقتوا، ما اختلفنا ان شاء الله. يعني انا بتمنى يخوضوا هالمعركة، عنوانها العنوان السيادي. انا بتمنى يخوضوا هالمعركة بالحكومة. عم بقول لك انا شعوري لحديث هلا انه بهالحكومة ما في مكان، لانه اذا بتشوف تركيبتها، لاصوات سيادية، ما في مكان لاصوات اصلاحية. نحن بنعتبر حالنا استاذ جورج مؤتمنين بمحل ما برجع بقول لك، يعني اليوم اللي عم بيصير في محاولة لتدفيعنا ثمن مواقفنا. نحن للبعض يمكن البعض يعتبر انه والله بمحل زركنا، يمكن من اكثر الاوقات اللي نحن مرتاحين فيها هو اليوم. احلى شيء يحاولوا يقصوك كرمال ثوابتك. اخر النهار نحن مؤتمنين على جمهور كبير كان ب 14 اذار مسلم ومسيحي. سيادي منه قبلين انه حزب الله يحط ايده على البلد، منه قبلين بهذا الانتصار، منه قبلين بالتعاطي مع الامر الواقع، منه قبلين باللي بينصحونا فيه كل الوقت انه عملوا واقعيه سياسيه، شو بدكم بالشغل اللي دائما بتحملوا السلم بالعرض. خيبوا يضل في واحد بالبلد يحمل السلم بالعرض ويقول لا. بحس استاذ شارل انه كل هيدا الكلام موجه لكم. لما كنتوا مشاركين بالحكومه امبارح، هلا بعدكم لامبارح، شو ما ادري شو مش واقعية سياسية؟ لا ابدا. لما اشتركتوا انتوا والرئيس الحريري والدكتور جعجع بقي برا، ابدا 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 ابدا، بعده الشهيد محمد شطح في بيته بالارض، هي مش واقعية سياسية؟ كثير منيح نحكي عن شيء. لا انا ما بعرف بكون عشو. نحن اساسا خليني اجاوبك، لا خليني اجاوبك على الموضوع. ايه بس لا لحظة، انت عم بتقول لهم انه هيدي الحكومة ما فيها ولا صوت سيادي ابدا، وانه غير مؤتمنة على ثوابت 14 اذار. هيدا الكلام، هيدا بالنسبة لكم، هيدا الكلام بالنسبة لكم. شو بتعتبروا؟ اسمح لي اقول لك بيا معنا، لانه الشغل حكي عن شغله كثير مهمه، عن عدم دخول القوات. انا ما عم بقول واحد ما لازم يدخل على الحكومه، نحن اصلا مرت الماضي لما القوات قررت ما تدخل على الحكومه، نحن كنا ضد وقلنا لكم لازم تدخلوا على الحكومه، ويمكن بمطرح قالوا القوات نحن لن ندخل الى حكومه فيها طالما حزب الله بسوريا. مش مزبوط؟ بركب عالم ثاني، بس بالعالم هيدا دكتور جعجع كان واضح الموضوع. خطاب 14 اذار كله كتائب قوات وتيار مستقبل على 3 سنين طلعوا يقولوا للرأي العام اللبناني لن نشارك في حكومة أبداً، طالب حزب الله أبداً. جيب لك بيانات مكتب أبداً، جيب لك بيانات مكتب، جيب لي بليز، جيب لي شو صار، بليز جيب لي مون معروف. بالآخر كله نحن عم نقول لازم تفوت على الحكومة هاي واللي قبلها واللي بعدها. شار نحن بدك تعمل واجهة مع حزب الله ما بتعملها بمؤتمر صحفي، بتعملها بالحكومة. أنا ما عم بحكي عن عدم أهمية عدم دخول الحكومة، عم بقول لك شو، أنا عم بقول لك إنه نحن بمحل لو دخلنا على هالحكومة، لأن كان في أمل ندخل، كنا دخلنا على الحكومة بهيدي العناوين يلي اليوم أنا شايفها غايبة. اليوم كيف شايفها غايبة؟ لأن ما في. أنت عم تقول خليت على خطابها، ما فهمت. عم تقول إنه المستقبل تخلى عن خطابه؟ أكيد. عم تقول إنه الوقت خليت على خطابه؟ إيه؟ كيف أكيد ما فهمت؟ وين عم بتشوف؟ أي حق عم تقول إنه متخلي؟ يعطيك ما فهمت. ما عم جاوبك. أساساً نرجع على الموضوع. أساساً هل كان العماد عون أساساً مرشح 14 ده؟ كان مرشح 8. بالآخر رحت زي أنت عملت معركة انتخابية. اليوم مرشح 8. اسمعني. اليوم عماد عون. اليوم عماد عون الجمهورية. عم جاوبك. خلوا عن ثوابت. عم جاوبك.
نحن رحنا محل فريقين ب 14 اذار رشحوا شخصين من 8 اذار. بتقول لي وين تخليت؟ انت كنت متخيل انه المعركه الانتخابيه رح تنتهي بين سليمان بيك فنجي والعماد عون وانه انت هيدي سويتها؟ بس تسمح لي سير شو عم تقول لك؟ نحن اجتمعنا مع سليمان فنجي وبلغناه انه ما رح ننتخبه. شو تعريفك؟ يعني بدك تشير عقله بالاول هون. شو تعريفك للسياده؟ حزب الله هو اهم حزب سيادي بلبنان. يعني انا بالنسبه لي الشباب هول هلا نحن قاعدين بالاستوديو هون انا بعرف انه دافيانين هول الشباب اللي بالقلمون على التلج متين والجيش اللبناني والمقاومه هو اللي عم يحموا سيادتنا واللي عم بخلونا نقعد نعمل. نحن متفقين نحن ونحن وحضرتك يعني نحن قبل وحضرتك عندنا اختلاف على مفهوم سياده صح؟ يعني هذا اعاده التعريف. ايه ما ليش عم بقول لك هذا كان صناعنا على 10 سنوات انه هل حزب الله هو عنصر سيادي او عنصر ينتقص السياده؟ هذا خلاف نحن وياك. انا مش عارف نحن بوجهه نظرنا لا، لانه نحن بالنسبه لنا المقاومه انتهت مع خروج الاسرائيليين من لبنان، وبعدين اليوم الحرب بسوريا نحن ما بنعتبرها بتمس بالسياده. حقك يكون عندك نظريه اخرى، نحن ببلد ديمقراطي. بس هذا مش موضوع نقاشنا، خلينا ضمن اطار. بس هيك عم بقول لك يعني لما بنقبل يعني معلش انا بحط مثل واحد بيفوت بيغتصب لك مرتك ما بتقول له شيء، بيغتصب لك بنتك الكبيره ما بتقول له شيء، الوسطانيه ما بتقول له شيء، بيجي بيغتصب لك صغيره بتنتفض. ما رجعت عدت لك اياهم. يعني لما بتقبل انت بالمبدا انه يوصل مرشح من 8 اذار، ترجع بتقبل يحطوا فيتو على سعد الحريري، ترجع بتقبل يمنعوك تاخذ سياديه، ترجع بتقبل يمنعوك تاخذ اشغال، ترجع بتقبل يحطوا لك اشخاص انت كنت معتبرهم ما لازم يكونوا، بعدين بتجي بالاخر بتقول لي بس حزب الله. هيدا هيدا شو بتوصفه يعني؟ هيدا شو تنازل يعني؟ ما بوصفه. طب شو متقدم بكره طول بالك؟ هو الوقائع ومش وقائع. طيب خليني انتقل الى معراب. بدي انتقل الى معراب الاستماع الى الدكتور سمير جعجع ووزراء القوات حاليا في معراب. بس هالمره وزير الاعلام ما راح يحكي، لكن تعود شوي على حقيبته جديده. بدي اقوله اولا انه صار عندنا حكومه، طبعا بهالدنيا كل شيء نسبي. حد الوضع اللي كنا فيه بالسابق قبل الانتخابات الرئاسيه صار عندنا رئيس، ما كان عندنا حكومة شغالة وفعالة، هلأ صار عندنا حكومة. نحن بكل صراحة ما منلاقي الحكومة مثالية، يعني في بدءا من حجمها وصولا لبعض الثغرات الموجودة فيها، وهذا الشيء واضح بالنسبة لنا وعدة مرات يعني حكينا فيه وناقشناه. الحكومة منا لويا جرجا ولا مجلس هيك تينعطى فيه جوائز ترضية لبعض الناس. الحكومة مفترض تكون جسم منسجم شغال، بس برضو بضل أفضل بكتير من عدم وجود حكومة. وبرضو بوجودنا فيها مثل ما رح تكون موجودين رح نجرب نحط كل تقلنا مش ينتهي الحكومة حتى بوضع الحالي تكون شغالة. النقطة الثالثة اللي بدي ركز عليها هو أنه بكل صراحة من وقت ما بلش تشكيل الحكومة لهلأ صار في حرب، فيني اقول حرب داحس وغبراء على وجود القوات داخل الحكومه. نحن قبل ما كنا عم ندخل على الحكومات لانه ما كنا مقتنعين بجدوى الشغل بالحكومات مثل ما كنا عم نكون مثل ما كانت عم تكون الحكومات. بس في البعض هيئتهم كانوا مبسوطين بهيك، لا بدهم جدوى ولا بدهم حكومات، اهم شيء ما يكون في ناس بتعرضهم بالحكومات. نحن لا، موجودين بكل صراحه لمعارضه اللي كان يصير قبل، وتنقدر نأدي واجباتنا على أفضل ما يكون، وتنقدر نخلي المواطن يحس بالفرق. نحن موجودين بهالحكومة تنعمل فرق، ماذا وإلا أصلا ما كنا فتنا عليها. اللي كنت عم بقوله أنه صار في حرب دحس والغبراء علينا، وبالرغم من هالحرب هيدي قدرنا نجحنا نحافظ على مواقعنا على عددنا مثل ما لازم نكون تنكون فعالين، ووصلنا للحظة اللي نحن هلأ فيها. أنا بوعد الجميع على أنه ما رح نكون بالحكومة موجودين بشكل تقليدي، ما رح نكون موجودين بالحكومة زيادة عدد، ولا رح نكون موجودين بهالحكومة تهالحكومة تكون مثل سابقاتها من الحكومات. نحن موجودين بهالحكومة تنجرب نعمل فرق، وإذا الله راد بوجود معالي الوزراء اليوم هيك الأحلام يلي حاطينها براسهم والخطط يلي بلشوا من وقت اللي مسار تسميتهم يفكروا فيها الحكومات، أنا عندي كل الثقة أن الفرق اللي مفكرين فيه رح نقدر نعمله، وكل حكومة وأنتم بمئة ألف خير. مبروك يا شباب. وأعود
نعود لمتابعة هذه الحلقة. أستاذ شارل جبور، يعني صار في عدة أمور انطرحت قبل الفاصل الإعلاني لها علاقة بأنه القوات وموقفها وإلى آخره، والأستاذ سارج داغر حكي عن مسار من ربما التنازلات. شو ردك؟ أنا ما حكيت عن القوات، أنا حكيت عن كيف وضع حزب الله يده على البلد. بس إنه كل كلامك كان وكأنه موجه بطريقة غير مباشرة. تعرف شو أسوأ؟ يعني ما قلت أنا ما بدي أحول السجال مع حزب الكتائب، لأنه حزب الكتائب رجع بقول لك حزب حليف بالخيارات الكبرى. بس إنه أسوأ شغلي لما بيجيك طرف سياسي بيقول لك إنه أنت مثلاً، نحن إذا صار في عتب بمحل معين على الشيخ سامي جميل، إنه دعا مجموعة صحفيين إنه القوات والتيار استسلموا. يا أخي انه وهلا كمان بحديث الزميل سيرج بنفس هي ما بينقال للقوات استسلمت، انا لا بنقبلها من الكتائب، وانا اذا الله بيقول لي القوات استسلمت بقول له الله اسمح لي اياها، اسمح لي فيها. القوات ما بتستسلم، إيه؟ عندها شهداء وعندها تضحيات وفاتت على الحبوسات وناضلت وجيت. انه خلينا نحكي سياسي، بالسياسه يا استاذ جورج، بالسياسه يا استاذ جورج، استشار بس عم نحكي سياسي، عم نحكي سياسي هي طبعا، بس لا بالسياسه ما تقلك بالسياسه شو المقصود، بالسياسه انه استسلمت. فهم كيف؟ انه هيك واحد بكب كلام، فهم كيف؟ انه كيف ما كان بكب كلام. طيب القوات اليوم وين؟ شو عملت؟ انت جبت العماد ميشيل عون، كان هو عم بيقول حزب الله انه هو مرشحه، نحن بكل قناعه، ونحن اليوم طبعا مع تشكيل الحكومه ما نطوي الصفحه الخليفيه، لانه بالاخر كلنا سوا فيتين من نطوي الصفحه الخليفيه المحليه بالخيارات الكبرى الاستراتيجيه، الخلاف بعده ذاته من اجل فعلا انتاجيه، يعني بدنا نشتغل مع بعضنا بقلب الحكومه طبعا من اجل انتاجيه، ونحن حريصين أن نكون كلمة واحدة حكومة واحدة. طبعا خلينا نشوف كيف تكون الأمور، بس ونحن ولكن نحن بكل فترة التشكيل حوربنا من أجل إخراجنا من الحكومة. بمعزل عن هاي خلينا نرجع لنقطة البحث. ما أتشك بيسألك سؤال تضيف لي عليه، ما لح أتشك شهر، ما لح أتشك إيه؟ بس أنا عم تقلي أنت بالخيارات استراتيجية ما في شيء تغير طبعا. طيب بس لأنه هاي موضوع السلاح في شيء تغير، هيدا المقاومة في شيء تغير، هيدا على قد سؤالي، موضوع دور لبنان في شيء تغير، هيدا على قد تغير، هيدا على قد سؤالي لك. يعني لما رئيس تيار وطني الحر امبارح بيقول انه نحن حلفاء علنا لحزب الله ومع سلاحهم ومع وجود سلاحهم بسوريا، بنفس الوقت هو حليف القوات اللبنانيه، ما هو شرح لي هو حليف تيار مستقبل، هو حليف، بس ما تغير شيء باستراتيجيا. اشرح لك وين اهميتها، وين انت أهمية؟ عندك انت عندك كان الرئيس، انت موافق على هالكلام، انت عندك العماد ميشيل عون، جاوبني على السؤال، كان على فتره طويله، موافق على هالكلام، عم كمل مقاربتي، كان على فتره طويله هو بمحل بقلب محور 8 اذار، هو كان اذا بدك مغطى حزب الله لفتره طويله. انت هيدا الرئيس اللي اسمه ميشيل عون انتقل من ان يكون حليف حصري لحزب الله الى ان يكون في الوسط، اصبح ميشيل عون على مسافه واحده من حزب الله، على مسافه واحده من تيار المستقبل، على تفاهم مع القوات اللبنانيه، اول زياره بده يقوم فيها للسعوديه وللدول الخليجيه، وبالتالي اذا كان في مكان ما وفي يوم ما اداه مسيحيه، اعتذر على هذا التعبير، اداه مسيحيه يستخدمها الحزب ضد هذه الدولة أو تلك، لم يعد هنالك من أداة مسيحية. خلي كمل، لا مش مش مقصود أبدا، أنا ما عم بستهدف أحد، بس خلي كمل، خلي حتى أقول إنه اليوم ميشيل عون اليوم صار فيه تحالف وتفاهم القوات اللبنانية وميشيل والتيار الوطني الحر وتيار المستقبل حول ثوابت وطنية، وكل الأمل على المستوى الداخلي المحلي أن نلتقي فيها مع حزب الله من أجل بناء مشروع الدولة. أستاذ غسان، أنا بدي أدعو الأستاذ شارل، تحالف مستقبل وقوات وتيار حول ثوابت وطنية، عم بيحكي إنه الرئيس ميشيل عون على مسافة واحدة من الكل، هذا مش إنجاز؟ هذا منه إنجاز؟ يعني بالنسبة لإلكم، بالنسبة لإلكم حزب الله هل يستفز هذا الكلام؟ هل اعتبر حزب الله بمطرح من المطارح إنه رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون هو مختلف عن الجنرال عون ما قبل الرئاسة؟ من حوالي أسبوعين جرى اتصال هاتفي بين سماحة السيد حسن نصر الله وفخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون، استمر هذا الاتصال 12-13 دقيقة، وكان فيه العماد ميشيل عون عاطفيا حنونا وقال لسماحة السيد أنا قبل الرئاسة كما أنا بعد الرئاسة. هذه بالنسبة للعماد ميشيل عون. اثنين، أنا برأيي المزايدة بين القوى المسيحية أو القوى السيادية بين مزدوجين على موضوع حزب الله لم يعد يجدي الناس، الناخب المسيحي، الجمهور المسيحي مثل الجمهور اللبناني. هلأ بهاي اللحظة بده كهرباء، بده مي، بده تحلله أزمة النفايات، ليه ما عملوا وزارة الدولة لشؤون النفايات؟
مازال عندنا مأزق وطني كبير. هي إلى وزارة في وزارة بيئة المفترض هي إنه تكون مناطة بهذا الأمر يعني. هيدي مثلا، ولذلك إنه نقعد هلا نحن نشحن الناس ضد حزب الله أو نحط حزب الله كخصم سياسي على السوية معنا، غير صحيح هذا الكلام. حزب الله لم يعارض مشاركة القوات، عارض موضوع الحقيب السيادية، وإله حق هو فايت على حكومة ائتلافية إنه إله حق هو يقول أنا بقبل هون وما بقبل هون، وهن إلهم حق كمان يقبلوا ما يقبلوا. كل الحكومات الائتلافية فيها شروط وشروط مضادة بتصير. ولذلك أنا بدعي القوات والكتائب يظهروا من زاوية، يشوفوا من زاوية جديدة. صار في خلط أوراق بالبلد، صار في رئيس جمهورية جديد، صار في تفاهم. هلأ الثلاثة في اجتماع للحوار عين التين بين تيار المستقبل وحزب الله والرئيس نبيه بري، وسيطرح هذا الاجتماع موضوع قانون الانتخابات. رح احكي عن قانون والأربعة بس قبل عم بعطيك معلومات مناح. الأربعة شو في؟ الأربعة ستجتمع لجنة الخبراء، لجنة الخبراء اللي شكلوها بالحوار بعين التين مع التيار المستقبل وحزب الله وحركة أمل للبحث في قانون الانتخابات، وبالتالي خلصنا من الحكي السياسي الشعبوي، فايتين هلأ على الملفات ملف ملف. يمكن بهاي الحكومة بكرة رح نحكي عن موضوع قانون الانتخاب بس قبل، يعني يمكن بهاي الحكومة مرق لي هالجملة، بهاي الحكومة بكرة نشوف نحن التيار والقوات والمستقبل بملف اقتصادي بمحل، وحزب الله وحركة أمل والحزب الاشتراكي بمحل بملف اقتصادي، بس بالخيارات الاستراتيجية والسياسية الكبرى كله مدروس وكله مضبوط تحت سقف أن العماد ميشيل عون هو الثلث الضامن في هذه الجمهورية اليوم. إذن أستاذ شارل، تحليلاتك ومقالاتك أنه في نأزة لدى الثنائية الشيعية من خيارات، طلع جبران باسيل وزير جبران باسيل على الميادين وحكي عون ومن إعلانه أنه أول زيارة للسعودية والآخرة، يعني كان في عندك مقال طويل عريض عن هذا الموضوع أنه في نأزة. بعدين بدي رحب، بدي برحب باللي قاله شارل عفوا حول استعداد القوات للتفاهم مع حزب الله. أنا برأيي هذا يخدم لبنان ويخدم الاستقرار السياسي في لبنان، ويعزز صيغة العلاقات الإيجابية بين الجماعات اللبنانية المتكافئة والمتوازنة في لبنان. ما حدا عنده منطق غلبة، لا حزب الله بيشتغل بمنطق الغلبة مع أنه عم يربح بالمنطقة، ولا حركة أمل بهالذهنية، ولا الشيعة خليني اسمع. ولا حدا من هالأطراف، نحن مننا بذهنية الغلبة. ردا على سؤالي شو تعليقك؟ اللي تبين أنه خلال شهر لليوم في إرباك داخل صفوف 8 إدارة منه طبيعي، يعني مشكل 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 ما أنعك يعني لا بكل هيدا العالم. لا في إرباك يعني شفنا إنه الرئيس عون والنائب فرنجي إرباك 8 أزار مثل إرباك 14 أزار، بس في أنا الفرق بين الثنائي الشيعي و 8 أزار. بس خلي الإرباك اللي صار ب 8 أزار هو نفسه الإرباك اللي صار ب 14 أزار، صار خلط أوراق. أقول لك إنه في بالخيارات الاستراتيجية الكبرى، أنت للمرة الأولى منذ العام 90، وهذه حتى إذا بدك إحنا كنا نتأمل إنه حزب الله بدل ما يروح باتجاه يحط فيتوات ويعرقل، كنا نتأمل إنه لا، لأنه أنت فت بمرحلة جديدة، أن يكون مساهم إذا هو كان مساهم بإيصال الرئيس عون، أن يكون مساهم بالمرحلة الجديدة الوطنية اللي بدأت مع الرئيس عون، اللي هي شو؟ أنت عندك للمرة الأولى من بعد 90 رئيس مسيحي مدعوم من أكبر قوة مسيحية أيضاً هي القوات اللبنانية يوصل على مركز الرئاسي. المسيحيين تم إقصاؤهم من قبل نظام الوصاية السورية منذ العام 90 عن النظام السياسي المسيحيين التمثيليين، هي لأول مرة بيوصل. كنا نتأمل أن حزب الله أن يسمر وصول الرئيس عون بشكل أنه نرجع نروح. مين قال لك ما ثم يعني؟ لأنه خلال عم بحكي أنا عم بقول وصول 100% الرئيس عون، ما بدي شكك، بس أنا عم بقول خلال فترة شهر شفنا أنه الأمور منا جيدة. نحن اليوم نحن هلأ وين؟ انت عندك رئيس مسيحي مدعوم من قوه كبيره اسمها القوات، عندك سعد الحريري. سعد الحريري كان اول من قال انه وصل على رئاسه الحكومه كان ممنوع يرجع على رئاسه الحكومه، اليوم سعد الحريري رجع على رئاسه الحكومه. عندك ثلاث اقوياء بالطوائف، الاربع اقوياء موجودين، ما فيك توصل لحل الا من خلال حكم الاقوياء. المواريني والمسيحيين رجعوا الى الدوله بشكل كبير وبشكل قوي وفعال،
السنه السنيه السياسيه التي حوربت رجعت ايضا على رئاسه الحكومه. نعم. الدرزيه السياسيه موجوده من خلال الواقع القائم وطبعا اشياء سياسيه قائمه. لذلك احنا فتنا بالخلاصه اللي بدنا نقوله انه انت اليوم يلي تحقق من خلال انتخاب الرئيس عون هو ليس بالقليل. انت دخلت مرحله جديده على المستوى الوطني من اتفاق الطائف اللبناني لتطبيق الدستور. طيب وضح لا بدي اقوله بالخلاصه بالنهايه حتبرهن الايام والاسابيع والاشهر المقبله انه ميشيل عون منه بمحور ايران، انه ميشيل عون سيكون على مسافه واحده من الجميع. ونتامل على كل القوى السياسيه يلي راحت تقول انه هذا الخيار هو خيار نكسي للبنان، هو خيار سيكون رافعة للبنان واللبنانيين، ونتأمل أن يفتح الباب أمام نهضة داخلية لمشروع بناء الدولة. نعم. استاذ سارج، هذه الصورة الجميلة يعني طرحها استاذ شار. أنا مفهوم أنه اليوم عماد عون لازم نعول على العهد، أنا موافق عليه. نحن أساساً بأول لقاءين أو ثلاثة عملناهم مع رئيس عون كنا كتير واضحين قلنا له نحن كنا على خصومة سياسية كويس، حضرتك اليوم رئيس جمهورية لبنان، نحن عنا واجب ننجحك. بالعكس والمؤشرات الأولية إيجابية جدا، يعني إذا بتشوف خطاب القسم في إذا بدك بعض المؤشرات الإيجابية. إيه بس اللي أنا بدي أعرف عليها. منك اليوم بعد إعلان هذه الحكومة وأنتوا خارج هذه الحكومة، أنتوا بالسياسة كيف رح تتعاملوا مع الحكومة الجديدة؟ كيف رح تتصرفوا إذا أنتوا قلتوا من الأساس رح نعطي فرصة للعهد ورح نكون إلى جانب العهد، يعني إلى جانب الرئيس من بعد ما صار رئيس جمهورية؟ ولكن اليوم أنتوا خارج هذه ما الحكومة، ما بيغير شيء. إيه ما بيغير شيء بالنسبة للرئيس، بس شو بيغير بالنسبة للتفاصيل السياسية وبالنسبة للتعاطي مع الحكومة داخل مجلس النواب؟ أنتوا عندكم خمس نواب. بالتفاصيل السياسية اليومية إذا بدنا نقول، هل ستكونون في المعارضة في صف معارضة حكومة العهد الأولى أم ماذا؟ نحن رح نكون مثل ما ناس بتعرفنا صادقين، رح نكون معارضة بناءة، يعني لما الحكومة أو العهد أو مين ما كان بيقوم بأي شيء إيجابي رح نكون إلى جانبهم ونضوي عليه ونشارك فيه، لأن بالآخر نحن موجودين مجلس نواب، يعني ما لنا موجودين بحكومة عمرها 4 أو 5 أشهر أصلاً ما حدا رح يلحق ينجز شيء فيها، مش لأنه الناس عاطلين، لأنه الوقت ما بقى يسمح. كل ما يصير في أي شيء إيجابي رح نكون إلى جانب الإيجابي، لما يصير في شيء سلبي، لما نحس في شيء يمكن شو بعرفني بكرة قالوا عليه قبل فساد بالتأخير بقانون الانتخاب، أي شيء سيء رح نضوي عليه. عنا كتير أصدقاء بالحكومة، عنا كتير ناس نلتقى معهم كتير، ما لنا جايين نحن اليوم نقول كل شيء رح تعمله هالحكومة سيء والله ونحن الله خلقنا وما كسر القالب. لما هالحكومة رح تعمل شيء إيجابي رح نصني عليه، لما رح تعمل شيء سلبي رح نضوي عليه، رح ترجع الحياة السياسية لطبيعتها. في حكومة، في معارضة، في ملفات، في ملفين بس أنا بس في ملفين مبكر ساعدك تنقل على الملف الثاني. من لما التقينا مع الرئيس نحن كنا كتير واضحين، قلنا إذا كنا داخل أو خارج الحكومة في شغلتين نحن حابين مش نتفرج عنه عم بيصير ونشارك فيه. شو هن؟ بهمونا كتير. واحد قانون الانتخاب، لأنه إذا بقينا على قانون 60 فيك تأجل الحديث الملف الثاني. ثاني وشيء قصص إلها علاقة بالفساد بس مش بمفهوم الشعارات، يعني نحن عم نشتغل ومع الرئيس بالذات ويمكن بكرة مع الحكومة على شغلتين. أولا تعود كل المناقصات إلى دائرة المناقصات تخرج من الوزارات، واحد. اثنين تفعيل كل آليات الرقابة ونوقف بقى السياسيين بعينه، الناس إذا بدك بتعطى رقابة بلبنان الرقابة اللي شغلتها تحاكم السياسيين، يعني بعينك أنا لأنت ما تشوف فسادي، هيدي لازم لقيلة آلية جديدة. أكل حال صار في وزير دولة لمكافحة الفساد اللي هو نقولة بعطيك مثل يعني بعت الرئيس عون وراء مجلس الإنماء والإعمار وقال لهم إذا بعض بتعطوا بالتراضي بدي كسر إيديكم. هلا قاموا عملوا شروط مناقصات جديده، طلع الشروط اللي عاملينها فيها تسريب احتمال فساد، وصلت هيدي للعماد ميشيل عون، يعني بلش الجنرال يشتغل رئيس عون بعد بلش اول شيء بدي بس احكي عن الثنائي المدعون يلغي مجلس الانماء والاعمار. عندي وجهه نظر بهالجانب بس بدي تاخذوا لي بعين الاعتبار انه هيدي الحلقه استثنائيه وصار فيها ولاده حكومه. صح. يعني بدنا نكون مختصرين بالحكي لان بدي نقول لقانون الانتخاب بعد الفاصل اللي نحن فضل. نطمح بعوده المسيحيين الى السلطه والى الدوله بقوه، أن يأتي الإبداع المسيحي وأن تدخل حيوية جديدة إلى شرايين الدولة وليس استعادة لأي خطاب امتيازات وغيره يضر المسيحيين قبل ما يضر المسلمين ولبنان. يعني الثنائي المسيحي اللي عم ينشأ الآن أنا بشجعه، ولكن بشجعه حتى يكون له أفق وطني، امتدادات وطنية، خصوصا أنه نحن عم نطرح
قانون انتخابي على أساس النسبية، مما يعني الأحزاب بدها تطرح خطاب وطني، خطاب اجتماعي اقتصادي. وضحت الفكرة. خليني قبل الفاصل على مستوى لبنان خليني أنقل سؤال النائب وليد جنبلاط عبر تويتر هلأ، قال بعد فحوصات دقيقة ومكثفة من شتى أنواع الأخصائيين ولدت الوزارة، وقد رزقنا بوزارة الدولة لحقوق الإنسان، شر البلية ما يضحك. أيمن شقير وزير دولة لحقوق الإنسان، بارك له منيحة ممتاز. أولا نحن ما بنحب نقول الثنائي المسيحي، التفاهم بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، وهذا التفاهم دعيت عليه كتائب عدة مرات، وهذا التفاهم منه تفاهم من طبيعة مسيحية، هو تفاهم من طبيعة وطنية، واليوم ممتد ليشمل تيار المستقبل، وهو أيضا حزب الاشتراكي لا يمكن إلا أن يكون في قلب هذا التفاهم. والدكتور جعجع أيضا داعي عين التيني وداعي الضاحية للانتمام إلى هذه الورشة الداخلية. خنحيد خلافاتنا الخارجية اللي هي كبيرة، وسيبقى على الأمور الداخلية، وسيبقى الانقسام فيها حتى قيام الساعة بس، ولكن إذا قادرين نروح على بناء الدولة الداخلية فلنذهب إلى هذه الورشة، ويلي من هلأ وطالع بده يعطل هذه الورشة سيتحمل مسؤولية يلي بده يوصل له بعد الفاصل. بس شارل تعرف لو فتنا بمفهوم خلينا نحيد مشاكلنا خارجية عن الموضوع، كنا من 10 سنين هلا شو محايدين؟ لا بس كنا من 10 سنين وفرنا هالقصة كلها. هلا شو محايدين؟ لا انتوا هلا كيف شو محايدين؟ خبرني عم برجع كيف شو محايدين؟ يعني بتعرف شو معناته شو محايدين؟ يعني انا بطلع بقول نحن خي لا نريد ان نشارك بحزب الله لا في حكومي ولا في مجلس نيابي ولا في مجلس بلدي، وصلنا خد مواجهة. كيف شو محايدين؟ غلط. اذا انت عندك خصم سياسي، انت قاعد انت وحزب الله على نفس الطاولة، اذا عندك حاوروا مجلس نواب وقاعد انت وياه بس، انا هذا قلت لك اياه حكومه، انا هذا قلت لك اياه حكومه ماضي، قلت لك اذا انت اليوم عندك خصم سياسي ما بتترك له كل الساحه. طيب اكيد عارف، انا موافق. انا مرت الماضي انت ما قبلت تفوت كل الساحه، انا انت مرت الماضي ما قبلت تفوت بالحكومه لان حزب الله قاعد على الطاوله. انا قلت لك ما فيك تفكر هيك، والله مكون اساسي بالبلد. قلت لي ابدا ما بقعد معه على الطاوله. هلا انا قلت انا 14 اذار كانت قايله هيك، بدنا نلف كوعنا نوسع كوعنا بشكل كبير، أنا مش بشهر نتراجع عن انا بالنسبه لي بكل مره لازم يكون اساسا تقعد على الطاوله، بيكون موجود حزب الله، ما عندك خيار. حزب الله بيمثل يمكن ثلث اللبنانيين، هيدي اوبسيون ما بقعد معه اصلا، مش اوبسيون موجوده. انا ما هيك اذا بتقعد معه، فاذا انت مشكلتك مش انا قلت لك ما بشارك بالحكومه، انا مش هون الموضوع. انت مشكلتك فاذا بالحقيقه مش بقصص ثانيه، يعني انت عم قلت لك مش مهم تشارك بالحكومه، لا وهيدي الحكومه بقول لك مهم تشارك بالحكومه بثوابتك. يعني عم برجع اقول لك ليه اساسا وقت واحد بيدعيك الساعه 6 ونص بيقول لك حقيقه الدوله، شو عم بيقول لك؟ عم بيقول لك بليز ما تفوت، اوكي، لانك مزعج. انا كل شيء عم طب اعمله بنكايه فيهم وفوتوا. لا ما بدي اعمل كيد بحدا، يعني وزير الدوله كمان بيكون له موقف سياسي داخل مجلس الوزراء. انا بدي اتمنى على شهر وزراء دوله، انا بدي اتمنى على شهر اليوم عنده 3 وزراء ونص بهذه الوزاره، ما بفوت شو النص يعني ميشيل فرعون مشترك يعني. ميشيل فرعون يمكن بينكم انت المستقبل، ما بعرف كيف مزبوط. اربع وزراء اللي بدك، اربع وزراء اللي بدك. لا لو اربع وزراء كنا شفناه لميشيل فرعون. خمس وزراء طب سمعتك يا جماعه بتحسب انت نايب ايش مزقك كانه وزير يعني. خمس وزراء، بما انه عندك خمس وزراء يعني الحكومه طلعت 32 تقريبا بغض النظر، ما انه عندك هذا ما تقول لي بدي حيد هذا، بدي اياك تخلي الاشتباك السياسي مع حزب الله. ما عم تقول لي بدي احيد المواضيع الخارجيه، كيف انت حيد المواضيع الخارجيه؟ يعني بدنا نشتغل انما بدنا نشتغل. كنت بكل جلسه مجلس وزراء تطلع تقول له لحزب الله بدي اعمل سلاحه، مش بكل جلسه بس وقتها ينطرح الموضوع. ما عم انا شو عم بقول لك؟ متكل عليك تعمل هذا الشيء. ترامب عم بيقول بدي اقتل الارهاب الى جانب الجيش السوري، ولما جاي فيون بفرنسا عم بيقول بدي اتحالف مع حزب الله ومع الجيش السوري ضد الارهاب. هلا انت هون بلبنان بدك فيك تخوض مواجهه بهذا الحجم، مش عم بحكي عن يعني ما عم بحكي عن هذا المنطق، عم بحكي عن هالمنطق بالمنطق العام. حزب الله عنصر استقرار في لبنان وهو يعمل على ذلك. اسمعوا خطاب سمحت السيد الاخير، زلمه عم بيقول بدنا نلم البلد، بدنا نرحل الخلافات، مستعدين لنتحاور على كل شيء، كل الامور اللي خاصه باستقلال وسياده وتكوين ونهائية لبنان. عم بيقولوا لي ضروري اني فوت على بريك، بعد البريك بتابع الحوار مع ضيوفي. نتابع هذه الحلقة من الأسبوع في ساعة، وقبل أن أتابع الحوار مع ضيوفي في الاستوديو بدي أخذ اتصال مع الوزير بيير رفول وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية. معالي الوزير بيير رفول مساء الخير. معالي الوزير مساء الخير.
في مشكلة بالخطوط. طيب استاذ سارج، بدي انتقل، حكينا بما فيه الكفاية عن الحكومة وعن تركيبتها وعن الخلافات السياسية والى اخره، هلا بدي فوت بموضوع قانون الانتخاب. نعم. اولى المهمات او المهمة السياسية الوحيدة عند هالحكومة اللي المفترض انها تكون هي انجاز الانتخابات النيابية بخلال شهر ايار المقبل. صحيح. انتم كحزب كتائب عندكم الدائرة الفردية هي اللي بتعتبروها القانون الانسب. صحيح. بداية برأيك هل ممكن تتوصل هذه الحكومة إلى إقرار قانون انتخابي جديد ولا رايحين صوب ما بعرف شو خيارات؟ أنا بموضوع قانون الانتخاب من الأول والكل طبقة سياسية متهمة حتى إثبات العكس، مش بالقلب عنت أنت تكون بريء حتى إثبات العكس. بقانون الانتخاب كلهم مذنبين حتى إثبات العكس، العكس بيكون بإقرار قانون جديد. أي بقاء على قانون الستين هو ضربة للعهد، ضربة لمفهوم الميثاقية، لأنه اليوم اللي حتى نحكى بالرئيس القوي على أي قاعدة؟ على قاعدة إعادة الشراكة الجدية داخل الدولة. قانون الستين يعني ما في شراكة، يعني ما في مجتمع مدني، يعني ما في وجوه جديدة، يعني ما في تمثيل صحيح، يعني ما في شيء. يعني أساساً اليوم التحدي الأكبر بعتقد لكلنا عنا إياه وكلنا لازم نسعى له هو قانون جديد. حزب الكتائب مقدم دائرة الفردية ومقتنع فيها. ليه؟ بس حزب لأنه من وقت يلي عم ينحكى بالنسبية أو بالمختلط نحن منلاقي القانون الأمثل هو الدائرة الفردية اللي عم تحكي عن دوائر صغرى حكماً بتعمل تمثيل صحيح لأنه الدائرة صغيرة. إيه ولكن دائرة صغيرة صاير كأنك انتخابات مختار أو بلدية. لا مش مزبوط، لأنه كل ثلاث أرباع العالم هيك بعتقد، لا فرنسا دكانة ولا أمريكا دكانة ولا غيره. بس الأهم انه حزب الكتائب منفتح على كل الصياغ الاخرى، يعني مثلا نسبيه ب 15 دائره ما عندنا مشكله منناقش، المختلط خاصه اللي مقدمه الرئيس بري ما عندنا مشكله منناقش، اللي مقدمينه القوات والاشتراكي عندنا مشكله فيه، عندكم مشكله فيه بشو. أساساً حتى لما كنا ب 14 اداره اعترضنا عليه، لانه هذا القانون بامتياز نحن اعتبرناه معمول فيه جيري ماندرينج، يعني شو يعني معمول الدوائر على قياس، يعني ما في ولا معيار موحد، وهذا شيء نحن حتى لو كان بيصب ل 14 أدار ما كنا مقتنعين فيه بوقتها. يعني مثلا تجي بتقول انت وين ما كان نص نسبه نص اكثر، بس استثنوا لنا صيدا، استثنوا لنا شري، استثنوا لنا البترون، يعني كان في استثناءات معموله ل 14 أدار ما تخسر مقاعد، يلي هو شيء ما انه منطقي ل 14 أدار ما تخسر مقاعد. ايه طبعاً، ولكن الكتائب بتخسر مقاعد فيه. لا الكتائب كثير، يعني الكتائب ما بيغير كثير لا لانه في نسبه، بس عم بقول لك هو كيف معمول. إيه معمول ما بيقطع مثل ثاني، مثل ثاني بس اعطيك بعد مثل واحد. اجا وليد جملات انه اليوم ما بيرتاح انه تكون الضاحيه مع بعبده وعلي، فصل اوكي شيل الضاحيه لكن حطها مع المتن وكسروين وجبال اللي هو منه شيء منطقي، يعني معمول بمفهوم غير منطقي. من هيك نحن اذا في من مختلط بنفضل المختلط يطرحه الرئيس بقي، لانه في معايير موحده او دي نسبيه او او دايره صغيره او غيره. استاذ غسان، انتم كفريق سياسي بدكم النسبيه الكامله. نعم. هل ممكن النسبيه الكامله تمرق بالوقت يلي في اطراف سياسيه اساسيه بالبلد ومنها تيار المستقبل وعم نسمع على لسان نوابهم انه لا يمكن تطبيق النسبيه الكامله في ظل وجود السلاح، لانه برايهم السلاح يشكل بشكل من الاشكال قوه ضغط على الناس حتى ولو لم يستخدم في الداخل، ولكن يمنع تطبيق النسبيه كما يجب في المناطق الشيعيه تحديدا. هذه المعادله بالفلسفه بسموها اشكاليه زائفه، يعني بيطرح واحد إشكالية ما إلى مضمون من جوا. شو علاقة السلاح بالنسبية؟ النسبية تؤمن الاستقرار السياسي والتعدد والتنوع بكل المجتمعات بما فيها المجتمع الشيعي. يعني عمليا سعد الحريري اللي رح يخسروا عند السنة أو عند المسيحيين رح يربحوا عند الشيعة وأماكن تانية مسيحية أيضا. نفس الشيء بالنسبة للأستاذ وليد جملاط اللي هن اثنان، يعني الرئيس سعد الحريري والوزير وليد جملاط رافضين النسبية. هذا اللي عم بيقولوا انه بيخسروا مقاعد بس ما بيربحوا مقابلهم، لأنه النسبية رغم انها نسبية بس رح تؤدي الى فوز الثنائية الشيعية بكل المقاعد، لأنه في قوة أو فائض القوة أو إلى هذا. عم بنقول لك وجهة نظر الطرف الآخر. بالعكس، بالأرقام بتأكد أنه بالحد الأدنى حزب الله وحركة أمل رح يخسروا بين 4 إلى 5 نواب بالحد الأدنى يعني. وبالتالي رغم ذلك هني مقدمين على هذا القانون لأنه طيب. يؤمن هل يمكن الاستقرار السياسي والتعدد والتنوع، والأكثر من ذلك
ببطل في واحد يجير قوة إن كانت شيعية أو سنية أو درزية باتجاه سلبي بالبلد. طيب رح أحكي عن المختلط اللي مقدمينه القوات والاشتراكي والمستبد، لذلك ما حتمرق بدون نسبية، ما في قانون انتخابات، ورح أحكي كيف ممكن يمرق قانون جديد بهالفترة القليلة الباقية، وهل ممكن أنه يتطبق قانون جديد ويتم الاتفاق عليه بهالفترة الضاغطة الباقية. ولكن قبل خليني أخذ الوزير طارق الخطيب وزير البيئة. معالي الوزير مساء الخير. يسعد مساك. أول شيء بدنا نقول لك مبروك الوزارة. الله يخليك بشكرك. وحضرتك كنت رئيس بلدية حصروت نعم قبلا، واليوم صرت وزير عن حصة تيار المستقبل. تيار الوطني الحر، حصة فخامة. عن حصة تيار الوطني، لا حصة رئيس الجمهورية. من حصة فخامة رئيس الجمهورية. نعم. وزير البيئة طارق الخطيب، إذا خليني أرجع صلح، وزير البيئة طارق الخطيب من حصة رئيس الجمهورية، الحصة السنية لرئيس الجمهورية. طبعا هيدا عبء او ملف كبير، ملف البيئي. الى اي درجه متهيب الامر؟ يعني اول شيء عندك موضوع النفايات، يعني وبنعرف شو صار بكل الفتره اللي مرقت، فالى اي درجه عندك يعني قلق او يمكن رهبه من هالموضوع؟ كل مسؤوليه يفترض انه يقاربها الانسان بشيء من الرهبه وبشيء من الحذر ومن الدراسات العميقة لتأتي الحلول على والنتائج على قدر أمال المواطنين. ما في شك أزمة النفايات أزمة وطنية بامتياز، يجب تضافر كل الجهود من أجل حلها. أنا عندي كل الاستعداد وكل الجرأة لأني أقارب المسألة بالتعاون مع فريق عمل الوزارة، مع المختصين، مع المواطنين اللي هم دور أساسي لمعالجة موضوع النفايات. نعم. طيب معالي الوزير، حضرتك وجه جديد في الحكومة، صحيح قبل عندك خبرة بالعمل الإنمائي والبلدي كرئيس بلدية، ولكن أنت اليوم لأول مرة وزير ومش معروف على نطاق واسع من قبل الناس ومن حصة رئيس الجمهورية، كيف تم اختيارك؟ يعني ليش تم اختيارك أنت تحديدا لهالوزارة؟ هيدا يعني فخامة الرئيس العماد ميشيل عون اختار أنه أكون من خصته عن الطائفة السنية. هيدا سؤال يعني يوجه لفخامته ليش اختارني؟ أنا ما حددت يعني ولا حصروت وين بتصير. أنا بسجل كل الشكر وكل التقدير لفخامته وبعتبر هيدا دين كتير كبير علي وبحملني مسؤولية كتير كبيرة منشان أنجح لحتى نضل مشرفين. نعم. اسم فخامته. يعني إلى متى تعود معرفتك بالرئيس ميشيل عون؟ قديمة جدا، من لما كان بمعبدة. من 89. من 89. يعني كنت حضرتك من انصار العماد عون وما زلت بهداك. كيف بيقولوا العماد عون ما معه سنه؟ قبل ما اختم معك في سؤال معاليك، انا بس اول شيء بدنا نتمنى لك النجاح بالوزاره، وعك الحال بنطمنك انه اصلا لو شو ما عملت رح يكون ادائك من هلا عم بقول لك اكيد احسن من الوزير السابق يلي ما عمل شيء بهالملف. بدنا نتمنى عليك بدل ما تروح على فريق الوزاره، نتمنى عليك تعمل فريق من المختصين من الجمعيات البيئيه. يعني هيدي يعني نروح لانه فريق الوزاره اللي نحن اجتمعنا معه باكثر من مره وفريق مجلس الانماء والاعمار بجو تاني بمحل تاني ما عنده اي نيه للحل. في اليوم اختصاصيين بيئيين نزلوا تظاهروا، بنتمنى كمان هدول الاشخاص يكون عندهم دور بالمرحله الجايه، بنتمنى عليك توسع فريقك تيشمل اكبر عدد ممكن من الناس. معاليك ما في شك، نحن يعني هيدا اللي تفضلت فيه انا اشرت له، ونحن بنقدر جهود كل الناس كل العاملين، وقلت لك انه هيدي مسؤوليه وطنيه بدها تضافر كل الجهود لحلها. ايه بس شو بدك تعمل يعني معالي الوزير، شو بدك تعمل بملف النفايات؟ يعني شو يعني هلا بهالعجاله من الوقت بعتقد في تسرع، اذا بدي اقول لك شو بدي اعمل. الامور بدها دراسه وبدها رويه
وبدا يعني بس ان شاء الله ان شاء الله ما تاخذ وقت كثير يعني ان شاء الله على السريع لانه لا 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 لانه لا لانه لا المشكله ما بتحمل ما بتحمل ايه موعدك انه مش رح ما بنعطيها وقت كثير بس بنعطيها الوقت اللي بتستحق. نعم شكرا لك معالي الوزير طارق الخطيب وزير البيئة من حصة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون من الشوف. نعم من اقليم الخروب يعني ايه من اقليم الخروب حصروت كان رئيس بلدية حصروت سابق. خليني بس شوف هلا اذا بدي اخذ فاصل اعلاني ولا بدي اختم الحلقة. فاصل اعلاني كمان. طيب فاصل اعلاني ونرجع لختام هذه الحلقة. بعد عندي دقيقة من الحلقة ما فيني أخبركم بلشنا الحلقة بالحكومة وين وصلنا هلأ على البريك بشو عم نحكي. خليها مستورة. استشار بدنا نحكي عن موضوع قانون الانتخاب. سمعنا رأي الكتائب سمعنا رأي الأستاذ غسان بشكل سريع. أنتوا قوات كقوات لبنانية مقدمين نحن وطيار المستقبل والحزب التقدم الاشتراكي مشروع الاقتراح المختلط. هلأ كل الأمل الوصول إلى قانون انتخاب بشكل مساحة مشتركة بين كل القوى السياسية لأنه لا يمكن الوصول إلى قانون انتخاب على حساب فئة من الفئات اللبنانية. ولذلك النسبية الكاملة اللي عم يطرحها الثنائي الشيعي اليوم هو مدرك أنه تيار المستقبل والحزب التقدم الاشتراكي منهم بهذا الوارد. القوى المسيحية ما عندها مشكل بأي قانون انتخاب بالمرحلة الحالية بس ولكن القوى المسيحية حريصة أن تكون متضامنة مع القوى الوطنية بس من أجل والسيد نصر الله تذكيرا قال قانون الانتخاب بإحدى إطلالاته هو أهم قانون لأنه هو يعيد إنتاج السلطة في لبنان ويعيد التوازنات في لبنان. هل صحيح أنه أنتم كتفاهم معرب أو ثنائي التيار والقوات صرتوا ما بتمانعوا كتير بموضوع الستين؟ لا لأنه بعد تفاهمكم صار قانون الستين بناسبكم. في معارضة مطلقة للستين. أولا الرئيس عون ومثل ما قال الزميل سيرج ما عنده مصلحة إطلاقا يروح على عهد جديد بقانون قديم. عنده مصلحة وطنية نروح على قانون جديد. القوات حريصة أن يكون قانون انتخاب أيضا صنع في لبنان ونروح على مرحلة جديدة لأنه أنت بمعزل عن التفاهم. أنت بدك قانون يعكس صحة التمثيل. هل من لحق نعمل قانون جديد؟ هل من لحق نعمل قانون جديد قبل أيار موعد الانتخابات اللي لازم يكون قبل 3 أشهر يعني دعوة الهيئات؟ أستاذ جورج إذا في إرادة وطنية ب24 ساعة بصير في قانون. طيب. المشكلة أنه ما في إرادة. بدي اختم المشكله انه ما في اراده. المشكله انه ما في اراده يعني فاذا ما راح يكون في قانون جديد مثل ما عم نشوف. بلا في اراده تضخيم. كيف انا الخايف انه في تضخيم كثير كبير لانه اذا الستين ما صار العهد فيها هذا التضخيم انا بخوفني مثل وكانه في اراده لابقاء الستين وتحميل العهد نكسد استمرار. هلا انا من هلا عم اقول لك الرئيس نبيه بري ابلغني وانا سالته قلت له حتمشيها او حتعملوا عليها مشكل؟ قال مش ممكن نمشيها على 60. أنا بدي أشكركم أستاذ سيرج داغر عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب. ونحن بنشكرك. الأستاذ غسان جواد رئيس تحرير موقع بيروت بريس. شكرا. أيضا بدي أشكر رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات اللبنانية الأستاذ شارل جبور. مبروك لكل اللبنانيين على أمل أن تكون مرحلة فعلا جسد تطلعاتهم ونقدر فعلا نحقق قانون انتخاب عصري وجيد وممثل وفعلي ونروح على مرحلة من الاستقرار والنهوض الاقتصادي وورشة إصلاحية فعلية. ميلاد مجيد للجميع. أحد الجاي في حلقة خاصة مع دولة الرئيس سعد الحريري خاصة بعيدا عن السياسة خاصة بعيد الميلاد ب25 كانون الأول. إلى اللقاء.